عايز اتكلم على اللي لاعب اللعب نص ساعه اللي هو احمد عبد القادر ودوره المحوري اللي كان موجود في الملعب يا كابتن عماد. احمد عبد القادر انا واحد شايفه من هيكون من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر. نعم. الفتره اللي جايه لعيب واثق من نفسه، لعيب كورته كويسه جدا يا كابتن شوبير، بيمسك كوره بشكل جيد. صحيح. بيقدر يراوغ بشكل جيد، عنده القدره انه يروح واحد ضد واحد ويشتغل على ده بشكل مميز. انه ينزل في اجواء صعبه وفي مباراه صعبه والاهلي متاخر بهدف ويبقى واثق من نفسه بالشكل ده وبيأدي هو اللي بيطلب الكوره، فده معناه انه لعيب عنده امكانيات عاليه جدا. اتمنى ان يكون في استخدام ليه اكتر من كده في الفتره اللي جايه، لان هو فعلا فعلا اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي ولعيب مميز. انا بالنسبه لي بحب نوعيه اللعيبه دي، بحب اللعيب الجريء، بحب اللعيب اللي عنده شخصيه. واحمد عبد القادر من اللعيبه اللي عندها شخصيه. طيب كل اللي في الملعب طبعا لهم كل الاحترام والتقدير طبعا. لكن عشان بس حضرتك تدي رساله اللعيبه اللي ما بتبداش، يعني النهارده لما بينزل شريف وكلنا بنسمن دوره، بينزل طاهر هو اللي بيسجل وعمل شغل كويس، بينزل عبد القادر كلنا بنتكلم عنه بالطريقه الجميله دي، هنا عايزين ندي رساله للعيب الاحتياطي لانه ممكن تبقى احتياطي لكن فجاه يبقى لك دور ويبقى لك ادوار كمان يا كابتن عماد، خاصه ان السيزون طويل سواء دوري او كاس او افريقيا او منتخب او كل البطولات اللي عندنا، كاس الرابطه كمان جاي خلال كام يوم، عايز اتكلم معاك شويه عليها. بالظبط، يمكن انا في احدى المناسبات كنت قابلت موسيماني. نعم. وكان قال لي الناس كلها هتلعب. صحيح. قال لي كله هيلعب، مفيش حد مش هيلعب، اللعيبه كلها هيحصل روتيشن، في ظروف منتخب، في ظروف اصابات، في ظروف بطوله افريقيا وظروف الدوري، فكل اللعيبه هتلعب، المهم ان اللعيب يبقى جاهز. فعلى ما اعتقد والروح بتاعت اللعيبه كابتن شوبير ورغبه اللعيبه اللي قاعده على الدكه، مفيش واحد حاسس ان هو لا انا ماليش دور فمش مش ههتم. لا كلهم مهتمين. شفت الاولاد اللي كانوا على الخط بره والدكه بره كانوا عاملين ازاي؟ بالظبط، كلهم هيتجننوا. بالظبط، كلهم مهتمين. كلهم مركزين بشكل كبير جدا. نعم. والثلاثي النهارده لما نزل غير شكل المباراه. ده صحيح. يعني شريف وعبد القادر وطار هم اللي غيروا شكل المباراه بشكل كبير جدا، طبعا بالاضافه لزمايلهم داخل الملعب. لكن في الاخر هم اللي عملوا الفارق. طاهر يعني شريف هو اللي عمل الهدف وطاهر هو اللي سجله. فدي حاجه تحسب لهم وتحسب لموسيماني. طيب.